إذا على بركة الله مشاهدينا الأوفياء، مشاهدين شوف تيفي أينما كنتم داخل وخارج أرض الوطن، أهلا وسهلا ومرحبا بكم معنا مرة أخرى في هذا البث المباشر، هذا اللايف المزلزل من هنا من مدينة الدار البيضاء قضية بكل صراحة لا يتقبلها العقل. هذا السيدة على حسب ما غتسمعوا معنا كتهم مولة الدار او واحد السيده اللي هي اللي مسيره واحد المحل اللي كتعطيه هي الكلا ديالو، يعني في مكان في بلاصه ديال واحد الناس اللي هما مالين الدار بحال مسيره الى داك المنزل اللي فيه الكرا. هاد السيده عندها وليد، هادي ام عازبه، وليد عندها كان في الخيريه، طلعت لي الوثائق ديالو الاوراق ديالو باش كيقرا، عنده 6 سنوات، كتقول بانه هذيك مولات الدار كتعرف شي فقيه معروف هنا في المنطقه ديال البرنوصه، فقيه معروف بالشعوذه وبهذا الشيء ديال على حسب ما غتسمعوا معايا. كتقول بانه هذيك السيده مع ذاك الفقيه قالوا لها تبيعي لنا الولد. سمعوا معايا اخوتي المغاربه، كنتمنى منكم تبارطاجيو لانه هادشي خطير وخطير جدا، كنتمناو الامن يدخل على الخط، كذلك النيابه العامه يدخلوا على الخط ديال هاد القضيه، لانه الا تبتت هاد الكلام هذا فهو خطير وخطير جدا. قلت بانه هاد السيده كتقول على حسب ما سمعوا معايا، كتقول بانه هذيك مولات الدار جات عندها هي والفقيه كتقول لها غتبيعي لنا ولدك وغادي تاخذي الفلوس وغادي تخوي البرنوصي باش يستعملوه في البحث على شي كنز. سمعوا معايا راه تفاصيل خطيره كما قلت. هاد السيده ملي امتنعت، لانه كتقول لهم كبتي هذاك ولد طلعت به من الدنيا، ملي امتنعت بداو معها في شي حروبات اللي غادي تسمعوها معنا على اللسان ديالها. اذا نتمنى انكم تبقاو معنا وبارطاجيو، الله يجازيكم بخير، لانه اللي كيهمنا هو اشنو واقع. اذا كان هادشي بصح فهاد الناس خصهم يتحاسبوا وتعاقبوا اشد عقاب. سمعوا معايا شنو واقع. السلام عليكم. وعليكم السلام. انت اختي شوفي فينا وهضري معنا الله يرضي عليك. وعليكم السلام خويا. اختي هذا الكلام هو هذا اللي قلتي لي. كنهضر معك بصح هذا الكلام كامل كاين صح. اذا هذا هو الكلام اللي قلتي لي. انا بغينا نسمعوا من فمك باش المغاربه يسمعوه حتى المسؤولين يسمعوا شنو واقع. نعم. شنو كاين اختي؟ هذا السيد اخويا انا كريت انا يلاه دابا كريت ما كريت الشهر دابا. تقريبا شي شهر. جات عندي واحد النهار هي تقول لي اجي هذا الولد ديالك علاش ما تعطيه لواحد السيد تقدر نقدر نقول اسم؟ لا لا ما تقولش اسم. اقول تعطيه لواحد السيد بدون المهم بلا ما تذكر الاسم ديالو، معروف هنا في المنطقه. معروف الشعواده بلاصه حدايا. تعطيه ليه زعما وتنازل عليه وتخوي البرنوصي، تخوي البلاصه اللي كاينه فيها انت. انا ما لاحظت ان الدري الابن ديالك قالت لي ولدك زعما راه زهري. قالت لك ولدك زهري. ولدي زهري وفعلا هاد الهضره كاينه الابن ديالي صافي. ملي ما بغيتش اسيدي ناضوا مشاكل، ناضوا اسيدي ولات كتجيب ليا شي وحدين عندي للدار كيهاجموا عليا في البيت، تيقولوا لي لا خصك تبيعي ولدك، لا خصك ديري هذه هذه. بحال هكا كيقول خصك تبيعي ولدك. بحال هكا اسيدي قسما بالله العلي العظيم. كيقول خصك تبيعي ولدك. بحال هاد الهضره كتقول لي قسما بالله العلي العظيم اللي قالتها لي. مشيت اخويا كنخدم خدامه واحد شويه وعيط لي السمسار اللي كاري لي السيد اللي جابني سكنني. عيط لي مشات عيط لي قالت لي راه كاين واحد البيت نعطي لك تسكني فيه. مشات عنده تعطو فلوس وعطني باش نخرج له، وانا سيدي ما باغاش نخرج من هنا وبغيت نعرف علاش ولدي انا دابا تابع ليا ولدي. لو كيفاش قلتي ولدك كيجي كيقول كيقلبوا لي في يدي؟ الولد ديالي جا عندي الصباح ديتهم المدرسه جيت قلت لي راه الفقيه كيقلب لي في يدي. جا عندي قال لي ماما عرفتي مولا الدار كدينا عند الفقيه كيقلب لي يدي وكيديروا لي بحال هكا. هذا الوليد قسما بالله العلي العظيم عنده 6 سنوات. عنده 6 سنوات. قال لك بهذا الحرف شنو قال لك؟ قال لي ماما علاش مولا الدار كدير لي بحال هكا اليديه وكدينا عند الفقيه كدير لي بحال هكا اليدي. يعني كتقلب لي يدي عند الفقيه؟ كتقلب لي يدي عند الفقيه. واخا اختي انت درتي الشكايه في هذا الموضوع؟ صراحه دابا ما حطيتش شكايه. باقا ما درتيش الشكايه؟ اذا انت غديري شكايه؟ غندير شكايه. غديري شكايه؟ دابا واش هذا الشيء بصح ولا حيت عرفتي الاتهامات كيديرها؟ دايره اتهامات خطيره. ما كنتهمش فعلا كنقول هذا الشيء كاين بصح. كاين بصح جات عندي بصح قالت عيطت لي هي واحد السيده كي قالت لي هي وصورات لي واحد السيده اخر. اذا شي وحده اخرى حتى هي هذيك اخرى. علاش ما تعطيش ولدك للدكالي وقسما بالله؟ ما تسميش ليا، قلت لك ما تسميش ليا، ما تسميش ليا انا، ما تسميش ليا شي واحد تقول لي قالت لك عطي ولدك للفقيه. عطي ولدك لهذا السيد واخا نازلي عليه وخوي البرنوصي.
زعما ملي غنعطي ولدي انا غنتنازل عليه وغنخوي البرنوصي، يعني ولدي انا اللي عطيته يعني غتاخذي الفلوس وتزيدي بحال هكا وتخوي. وتخوي زعما حيت انت ام عندك لا اب ما كاين لا راجل لا والو، زعما راه ذاك الوليد راه ما ساوي والو. وتحاماو عليا سيدي وكنفسوني هاد الناس، كنفسوني بزاف وتعذبوا عليا، خصوصا هي ديما معديه عليا السيده هادي، ديما معديه عليا ومكرفسه عليا، ولا اهلي خويا انا معديه عليا السيده. لا حول ولا قوة. ما ديت شي واحد في هاد كازا، ما كنعرفت شي حد. انا بغيت من سيدنا اللي كان كيسمعني يعاوني انا راه الاجرام راه بزاف، راه ما نقدرش نعطي ولدي انا، راه تخليت على كل شيء على قبل ولدي. هذاك الولد راه هو اللي عندي، راه كنضرب عليه تما غير هو. سمحتي في عائلتك على قبل ذاك الوليد؟ هذاك الولد هو اللي عندي، مستحيل نعطي ولدي. علاش انا نمشي نضرب تماره ونعطي انا ولدي؟ نعطي انا ولدي ماش باقا نجلس انا نضرب تماره كاع، ما عندي ما ندير بهذه التماره انايا. لا حول ولا قوة الا بالله. ودابا باقا الان، باقا الان قالت لي اليوم ما غتباتيش هنا غتخرجي. الصمصار كيجي لي دابا شحال مرة هو كيمشي وكيجي لي كيقول لي الله يخرجي. دابا هذا هو دابا، واش هذا الشيء حيت باغا تخرجك ولا هاد الهضرة كاينة؟ قالت لي زعما لا بنبقى ساكنة نعطي الدري. لا دابا اسمعيني، دابا واش حيت هي بغات تخرجك انت قلتي عليها التهمة؟ اولا هاد الهضرة كاينة. تخرجني على ماشي درت على التهمة، ملي عطيت ملي عرفتها. دابا سمعيني ملي ساقط الخبر بغيتك تفهمي الكلمة الكلام اللي كنقول. دابا حيت هذا اتهام خطير جدا، انا كنقول لك واش هاد الهضره بصح قايلها لك هي وهاد الفقيه، اولا حيت باغا تخرجك انت كتقول عليها هاد الهضره؟ بصح بصح الهضره كاينه، بصح هاد الهضره متحمله مسؤوليتك انت، متحمله مسؤوليتي يعني، حيت راه غتدخل النيابه العامه على الخط وغيدخلوا رجال الامن، غيتحقوا من هاد الكلام هذا، متحمله مسؤوليتي. هادوك الناس الى تصابوا بانهم هاد الفقيه وهاد مولات الدار الى تصابوا هما هاد الشيء بصح راه غادي ياخذوا العقوبه ديالهم، كون على يقين راه فوق يعني راه دار جنايات. ويلا تبسيت هاد الهضره ما كايناش انت غتحملي مسؤوليتك اختي عزيزه، واش عارف هاد الشيء؟ اذا تحملي مسؤوليتك انت. تحملي مسؤوليتك ديالي. هاد الهضره كاينه. هاد الهضره كاينه. كاينه. واخا. اذا بكل صراحه سمعتوا معايا اخوتي المغاربه اشنو واقع، هاد السيده ركزنا معها ودققنا معها الكلام وعاودنا معها الهضره وعاودنا معها الهضره. ولكن مصر على الكلام ديالها وكتقول لك بالفعل وكاينه واحد السيده اخرى حتى هي ملي ما بغيتش انا مولات الدار، واحد السيده اخرى صاحبتها. صاحبتها هذيك مولات الدار حتى هي جات وفتحت معايا الموضوع وقالت لي بانه ولدك عطيه لهم راه زهري غتاخذي واحد المقابل مادي مهم وغادا تخوي انت البرنوصي بحال ما عمرو تزاد عندك هذاك الدري وسير عيشي الحياه ديالك. كتقول لك هي على حسب ما سمعتوا لانها ام عزيبه، بمعنى انه الاب ديالو ما كاينش غير الدوله اللي عاطيه الكنيه لذاك الوليد، وهذاك مسكين هذاك الوليد هو الضحيه. دابا هذاك الوليد راه صغيور شفتو انا هو ذاك الوليد تيندم في التليفون صغير ومسكين هذا الشكار. لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. اذا حنا حياة ولدي في خطر ياك، حياة ولدي في خطر استاذ. انا اللي كندي المدرسة كنجيبو من المدرسة كنجيبو معايا الخدمة، يعني ما كتقدرش تفرقي عليه؟ ما نقدرش نخلي دابا فين مخليه هذا؟ معايا دابا كاينة في البيت سادة عليه. يعني سادة عليه؟ ما نقدرش نخليه، وليت ولا حياة خطر ولدي عليا، ولا في خوف، ولا في الخوف بزاف. اذا كنتمناو من رجال الامن هنا بمنطقة البرنوصي كنتمناو انهم يدخلوا على الخط، نتمناو كذلك حتى النيابة العامة. أكيد حنا ما غاديش نولوا لهاد الناس العمل ديالهم، ولكن هذا موضوع وهذا ملف حنا وصلناه لهم، كنتمناو أنهم يدخلوا على الخط باش نتأكدوا إذا كان هذا الكلام صحيح. فهذوك الناس راه التجارة في البشر، هذه سميتها التجارة في البشر، وكنعرفوا الفصول يعني الجنائية. عندك شهود؟ إذا على بركة الله. إذا كما سمعتوا معايا فهذه رسالة للنيابة العامة، رسالة كذلك للأمن هنا بمنطقة البرنوصي، باش نتأكدوا من هذا الموضوع إذا كان هو بالصح فهاد الناس خصهم ياخذوا الجزاء ديالهم. وإذا ثبت العكس فهاد السيدة راكم سمعتوا وحنا قلنا لها راه كتحملي التبعات ديال هاد المسألة اللي كتقول لي أنها مسألة خطيرة وخطيرة جدا. الرقم ديالك بلا ما نحطوه هنا ولا حتى يتواصلوا معاك أشنو؟ ماشي مشكل، ما عنديش مشكل. تحطي الرقم ديالك هنا على حساب ولا تحطي باص؟ لا تحطي الرقم ديالك على حساب مثلا الامن، الامن في غيجو عندك، خص الامن في غيجو عندك. عطينا الادريسه 07 ماشي ماشي. عاودي معايا 07 10 10 دبل زيرو زيدي 20 زيدي 78 78 زنقة الامان
لا دابا عطينا تعطينا العنوان وتعطينا واحد فيهم. نعطيك الرقم والعنوان الا بغيتي. لا اللي بغيتي تي. لا العنوان غتعطيه بفمك بلاتي، الرقم احنا حطيناه. العنوان غتحطيه انت. واخا عطينا العنوان. زنقة الأمل واحد. زنقة الأمل واحد. لا 34. 34. الزنقة عنوان الدار 52. الزنقة 34 رقم الدار 52. عاودي لي العنوان. زنقة أمل واحد. زنقة الأمل واحد. 34. 34. عنوان الدار 52. عنوان الدار 52. إذا هذا هو العنوان ديال هذه السيدة، حنا بطبيعة الحال حطيناه من أجل أنه يستعن به بطبيعة الحال رجال الأمن باش نتأكدوا من هذه القضية واش كاينة، حيت إذا كان هذا الكلام هذا فهو خطير وخطير جدا. حنا كنتكلموا على التجارة في البشر. إذا مشاهدينا شوف تي في حتى هنا غادي نقول لكم شكرا لكم على حسن المتابعة، ألقاكم في بث مباشر آخر وإلى اللقاء.